السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فلوق جديد، غدوزوا معايا نهاري. اختكم هذا النهار فايقه بكري، حيت راني عارفه النهار عندي مشارجي وعندي بزاف ديال الحوايج ما ندير. النهار اللي كيكون عندي بزاف ديال الحوايج ما ندير خصني ضروري نفيق بكري، باش هكا راكم عارفين دابا النهار قصير. الا ما فقتيش بكري ما كتقدريش كاع تقدي الاشغال اللي عندك، ما كتقدري ديري حتى شي حاجه، خصوصا انه كانت عندي شحال من حاجه نديرها في الكوزينه تخمال. المهم خليكم معايا، غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله اي حاجه درتها. غنشارك معكم بزاف ديال الحوايج اللي زوينين هاد النهار هذا، بزاف ديال الاشياء اللي ان شاء الله تستافدوا منهم. هنا كما كتشوفوا اول حاجه بديت بها البنات هما هاد لي تيوا، غدو فاش ديرها العطريه كما كتشوفوا كانوا حالتهم مرونين، خصوصا انني جايبه عطريه جديده غادي نبدلهم وغادي نعمر كلشي ونقي كلشي. دابا غادي نحيد هاد العطريه كلها اللي عندي هنايا قديمه البنات، غادي ندير عطريه جديده خديتها من عند كوان دي بيس. راكم عارفين بلي هما عندما كناخذ دائما العطريه كيديروا عطريه على حقها وطريقها زوينه بزاف جديده. المهم هادشي كامل غادي نخوي وغادي نغسل هاد نسيت هاد العطريه، نوريكم شنو خديت من عندهم. بعدا اول حاجه بغيت نشاركها معكم هو بالنسبه لهاد المعجون ديال الشريحه بالثومه. الا كتعقلوا داك النهار كنت شاركت معكم هاد الوصفه الحق، زعما اللي ما فيها ما يقادها ولا كانت خدامه ولا ما عندكش الوقت هكا فين تقاديها. بغيت نقول لكم باللي كوان دي بيس كيقادوا لكم بحال هكا واحد المعجون اللي كيجي بحال هكا، كيجي واجد اللي كتاخديه وكتاكليه زوينه البنات، كيرفع المناعه، كيعاون كما قلت لكم الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي، الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم حتى هو غيعاونكم بزاف. المهم زوين بزاف، دايره فيه هي الشريحه والثومه والزيت بلديه اكيد، غير هي طحناهم كما كتشوفوا كيجيو مطحونين بحال هكا. كتاخدي معلقه في الصباح تاكليها وتاكلي معلقه في العشيه، المهم راه زوين بزاف. هو قلت غير نشاركوا معكم بالنسبه للبنات اللي يهمهم الامر وتبغيو انكم تاخذوا عند هذا المعجون. دابا نخليكم البنات هذا على باج انستغرام ديالها، وبيان سور اللي قدر تقادو في الدار تقادو في الدار. كما قلت لكم راه انا ديجا كتشاركت معكم الوصفه ديال هاد الثومه هي والشريحه. نوريكم شنو خديت. بعدا خديت انا جوج ديال لي باك بحال ديما، خديت واحد ليا واحد للميمه، العشيه غنمشي عندها نيت باش ندي لها ان شاء الله ندير لها العطريه وندير لها كاع الحاجات اللي خديت لها حويجات اخرين ان شاء الله من بعد نشاركهم معكم. نوريكم خديت هنايا العطريه ديال الكفته ضروريه كناخذها، كتصيبها تبارك الله زوينه وغزاله باش كيعجبوني، كيديروا عطريه كما قلت لكم جديده على حقها وطريقه تيطحنوها لكم ديك الساعه. خديت عندهم البزار حتى هو، وخديت هنايا تحميره، خديت سكينجبير، خديت الخرقوم اللي ديركم عارفين ضروري في الطياب، خديت الكامون، خديت العطريه ديال المروزيه حتى هي راكم عارفين كنحتاجوها. نوريكم خديت العطريه ديال الحوت حتى هي راه مهمه البنات راكم عارفين. خديت هاد القرنفل حتى هو كيعجبني هكا تنديرو هو وميها سخونه وطريف ديال الحامض زوين بزاف، تقدروا ديروا معاه شويه ديال العسل الحر حتى هو هكا تقدري تشربي كويس قبل ما تنعسي. كيعاون على الاسترخاء وكيعاون حتى من على حساب نزلات البرد راكم عارفين. كنحتاجو حتى في الكبسه وشحال من حاجه. خديت هنايا الخزامه حتى هي راه كيديروها الا بغيتوها، وخديت النافع، واخر حاجه البنات هما حبوب الشيا الا كنتو باغيينهم. غنقول لكم باللي غتلقاوهم عند كوان دي بيس صافي. ونفس الحاجات اللي انا خديت هنايا بحالهم تماما، ها هما راني خديتهم للوالده كما قلت لكم، هذا الباك ديالها تاع العشيه ان شاء الله غنديه ليها صافي. دابا غادي نحيد هاد العطريه اللي قدامت عندي، راكم عارفين العطريه اللي كتقدم ما كتطلعش مازال طياب زوين، انا غير كتبدا تقدم شويه صافي كنحيدها وكناخذ عطريه جديده. غنحيد هادشي كامل، نغسل الطاسات ونرجع ليهم الحاجات كلهم. وديجا هنا خلاص راني نقيته، واخا كما قلت لكم راه باقي خصني ناخذ ديك الشبيكه اللي كدار باش هكا ما يبقاش يتكرفصوا ليا المجور. راكم شفتوا معايا لقيتهم مكرفص ديك السفوريه كاع ما بغاتش تحيد ليا منه. ان شاء الله عاد ناخذ شي حاجه اللي نفرشها من التحت عاد نبقى نحط عليها القريعات من الفوق. هنا بديت كنعمر في العطريه كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد لي زيتيكات اللي كنلصق البنات راني قطعتهم غير من هادوك فاش كانوا العطريه نيت،
اصلا كيتلصقوا قطعتهم باش هكا نبقى عاقله على كل حاجه بوحدها، خصوصا الحاجات اللي كيكونوا كيتشابهوا بحال العطريه ديال الكفته بحال المروزيه بحال، باش هكا نبقى عاقله عليهم. كما قلت لكم كتجيني ساهله القضيه ملي كنبغي نهز كل قريعه كنقرا غير شنو مكتوب فيها. المهم كما قلت لكم هذوك راني خديتهم غير من هذوك البوشيطات فاش جاتني العطريه، قطعت هذوك الوريقات ولصقتهم عليهم. نهضر لكم البنات على هاد القراعي هادو اللي كنت خديت من المرجان. الا كتعقلوا هادو اللي كنحط فيهم لي بات، كنحط فيهم بالحزه باش كنقاد بهم البلاكار ديال التقديه. صراحه ما صدقوش ليا زوينين نهائيا، زعما الا كنتو غادي بغيتو هكا زعما بواطات اللي يكونوا زوينين وصحاح، بعد انا ما ننصحكمش بهادو حيت هادو ما صدقوش ليا دغيا كيتهرسوا اليوم. هاد الغطايه ديالهم راه شحال من وحده تهرسات ليا انا لحد الان، راه كاع ما باطي الحال باش خديتهم وتهرسات ليا كما قلت لكم شحال من وحده. هادو ما صحاحش وكنت خديتهم غاليين، ما خديتهمش رخيص الصراحه، راكم كتعقلوا فاش كنت خديتهم ما كنتش لقيتهم انا في لابروموسيون، خديتهم بالثمن الاصلي ديالهم. كنت خديت الكبار المتوسطين والصغار. المهم هادو بعدا موفي زعما كاع ما تانفيستيو فيهم، زعما كاع ما تشريوهم الا كنتو هكا كتقلبوا على قريعات. هما الشكل زويون، كيجيو زويونين في الحطه وكلشي، وكيتسدو زعما مزيان بالحق، دغيا كيتهرسوا دغيا كيتهرسوا ليهم هاد الغطايات ديالهم. صافي هادشي كنت باغي نقول لكم. هادو صدقوا حسن منهم، هادو ديكيا البنات صدقوا حسن منهم، هادو زوينين كيتغطاو مزيان وكلشي. المهم انايا هنايا راه خويت كاع داكشي اللي كان عندي قديم، عاد غادي نتقدى باش نعمر لي بوط كاملين ونصيب البلاكار ديال التقديه حتى هو يقد فيه كلشي يكون على حقو وطريقو. المهم هادو الا كنت زعما نفكر نعاود نشري دي بوات، ما نفكرش نشري هادو نهائيا. وجيت حتى للبلاكارات البنات، كانت عندي هاد البلاصه هادي شويه مرونه وخصها تنقى،
كيما شفتوا معايا هنايا هاد البلاصه كنحط فيها الكيسان، الحاجات اللي كنستعملو كلها نهار. بعدا واحد القضيه بزاف منكم كتقول لي كي كديري مع المواعن؟ تبارك الله كتشري المواعن كتار وعندك المواعن كتار، فين كتحطيهم؟ راه البنات حتى الكوزينه عندي كبيره وفيها بزاف ديال البلاكارات وما شاء الله شحال هازين، راه هازين خير الله هاد المواعن. كلشي كنستفو في الكوزينه، كلشي زعما كلشي كاع المواعن ديالي هزاهم ليا. كنحاول غير نحاول ننظم كل حاجه بوحدي. كناخذ بحال هاد المنظمات هادو من ايكيا باش كنحاول انني ننظم بهم الكوزينه ديالي والبلاكارات ديالي، وبقى كلشي ننظم كلشي على حقه وطريقه. المهم هنايا غسلت الكيسان ومسحت كيما شفتوا معايا البلاكار، نقيته مزيان وحاولت نرتب كل حاجه بوحديتها، وحطيت كيما قلت لكم غير الحاجات اللي كنستعملو كل نهار. اما بالنسبه للكيسان ديال الضياف وهذا راني حاطاهم في بلاصه واحده اخرى بوحديتهم. هنايا البنات كنت كومونديت واحد الطبلة لهاد السيجور هذا كما كتشوفوا، طبلة جديدة. تتقول لي كيفاش جاكم الموديل ديالها؟ من عند موبيليوهم. بالنسبة لهاد لا سوسيتي هادو راكم عارفين ديجا خديت من عندهم شحال من حاجة، تبارك الله عليهم خدمتهم زوينة، كيعجبوني بالمعقول ديالهم، كيوصلوا في الوقت، كنت دايرة معاهم الوقت، جاوني في الوقت اللي درت معاهم. وغادي نشارك معكم البنات حتى واحد البيرو اللي زوين بزاف وما يشدش لكم حتى ليسباس بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الضيق في ديورهم أولا. انا متاكده غتعجبكم هذه الفكره بزاف بزاف. المهم شوفوا البيرو كيفاش كيتمونطو كيفاش كيديمونطا، ما شاء الله غزال. هذا خديته على قبل راجلي وراه كاين في لي كولور. المهم دابا نخليكم السيت ديالهم الا كنتو باغيين حتى نتوما تكومونديو من عندهم، ما شاء الله تيديروا داكشي زوين ويصايبوا لكم الحاجات سيغ ميزور، والخدمه ديالهم تقونه بزاف بزاف. دابا يلا خرجوا من عندي. بالنسبه لا سوسيتي ديال الموبيليوهم بغيت نوريكم البنات بالنسبه لا طابلو، عطيوني الراي ديالكم فيها. المهم انا محيده الزرابي كما قلت لكم زعما جبتهم من لافاج. شوفوا لي الطبله شحال جات كتحمق، هذيك اللي كانت عندي قبل اش نقول لكم ضربات عندي مسكينه صافي حتى بدات كتشقق ليا من الجناب، داكشي علاش حيدتها. واصلا كنت باغا شي حاجه اللي تجيني اسورتي مع هاد لابياج اللي انا دايره في هاد البلاصه هادي. هما النيت عند من كنت صايبتو الا كتعقلوا عند موبيليوهم تبارك الله عليهم ما شاء الله تنقولها وكنعاود والله العظيم الا كلمه حق نقولها فيهم، خدمتهم واعره. انا شوفوا راه بحالي بحالكم زعما تنخلص هي لا فاكتور ديالي كنحطوها عليا كما كتشوفوا، ولكن زعما يستاهلوا انني نهضر عليهم، يستحقوا انني نشكرهم ليكم، يستحقوا انكم تقدموا من عندهم الا كنتو كتفرشوا ولا باغيين تبدلوا شي حاجه. كيديروا حتى بالنسبه لي كويزين ام دي اف، كيديروا لكم بالنسبه لي طابل بحال هكا لا بياج. المهم شوفوا عندهم داك الشيء رائع جدا، خدمتهم متقونه باش كيعجبوني، كيعجبوني بالمعقول ديالهم. عرفتوا الوقت هي الوقت، الكلمه هي الكلمه، عرفتوا باش تلقاو الكلمه كلمه، باش كنقول كلمه كلمه الرجال باش تلقاو الكلمه عند الناس اللي كيصيبوا بحال هذا الشيء، راه زعما فريمون ماشي صعيب، والله الا صعيب. بالحق موبيليهم ما شاء الله عليهم كما قلت لكم، الوقيته هي الوقيته، الكلمه هي الكلمه، الوقت اللي يديروا معاك يجيبوا لك الخدمه ديالك. وباش كيعجبوني الخدمه متقونه، متقونه ديالهم زوينه بزاف. ما عندي ما نقول. ها هي بالنسبه لكارت فيزيت ديالهم كما كتشوفوا هنا دايرين لكم باللي فلاشه ثاني، يعني فاش كتاخذوا عندهم شي ارتيكل ملي كتعاودوا تكومونديو شي حاجه المره الثانيه كيعطيكم ناقص 10% كما كتشوفوا هي راه دايرينها لكم هنا. طب بحال كنت غناخذ شي حاجه تنقص لي انا ناقص 10%. المهم ما شاء الله الطبيله كتحمق. نتوما قولوا لي كي جاتكم. شوفوا بيان سيغ راه غادي تبدلوا بزاف ديال الحوايج هنا، هاد لي فوتي هادو غادي نحيدهم ما غيبقاوش. غادي ندير تفريشه جديده ان شاء الله. داكشي علاش بديت كنبدل كتعرفوني عشاقه من لاله دغيا كنمل من الحاجه كنبغي نبدلها. بغيت ندير صراحه شي حاجه هكا اللي تكون جديده، فاش كتقادي شي حاجه في دارك جديده ولا كتبدلي الفراش والله الا النفسيه كتبدل. انا بعدا هكا غادي نبدل ان شاء الله هاد التفريشه كامله، غادي نحيدها وندير تفريشه واحده اخرى بالوان جداد موديل جديد ما عنده حتى علاقه بهذا الموديل اللي انا كنت ديجا دايره.
كما قلت لكم وخلاص راني سبقت الطبله هي الاولى حيت الطبله انا عارفه شنو كنت باغا هذا الموديل وبغيت لا كولور اللي تجيني كما قلت لكم اسورتي مع هذا لابياج هذا باش حتى في الشوفه يجي زوين. المهم انا عجبني ما شاء الله عليهم ما عندي ما نقول خدمه متقون هذاك الشيء زوين بزاف وبيان سور غيبان لكم كلشي حتى تكمل الجلسه ونفرشها ونقادها على حقها وطريقه وغادي نعاود نصور لكم بالنسبه للسيجور كامل كيفاش غادي يجي. وخلاص بالنسبه للبيرو البنات هذا راه على قبل راجلي راكم عارفين بغينا شي حاجه اللي ما تشدش لنا لاسباس واللي يقدر يبقى يخدم فيها. راجلي كان كيخدم بزاف غير في شوفوا لي تبارك الله بخاتي كيفاش كيتحل بحال هكا شتو فاش كانوا يلاه جابوا لي كيفاش تفتح بحال هكا وفاش كيتبغي تمونطاج ساهل في المونطاج ديالو البنات. هذا كما قلت لكم هذا البيرو ديال راجلي عجبوه بزاف صراحه زعما شي حاجه لي براتيك فاش يسالي غادي يجمعوه فاش يبغي يخدم يحط هنايا البيسي ديالو المسائل ديالو كيجي بعد المرات في الدار كيبغي يكمل الخدمه ديالو اللي ما كملش في البيرو كيبغي يكملها هنايا في الدار. وكما قلت لكم كنت باغي شي حاجه اللي تكون براتيك تقدروا تاخذوا لوليداتكم لرجالكم نقدر نخدم عليه حتى انايا كنبغي هكا بعد المرات شي اسباس اللي ما نروجش الصالون كتشوفوا شحال من مره كنلقى البيسي محطوط والوراق وداك الشيء غير في الصالون تبدا فين كان كيخدم بالحق دابا الله يا سلام ما تبقاش عندي الروينه في الصالون. هذا غادي نحطو ليه في البيت اللي كاين عندي لداخل انا في حاطه المكياج ديالي كاين واحد لوكوان خاوي تما فين غادي نديرو ليه يبقى كما قلت لكم يخدم فيه فوق ما بغى في خاطر خاطرو. المهم صراحه زوين بالنسبه لهادو غنحط لكم لو سيت باش تدخلوا تشوفوا حتى بالنسبه لي كولور فيهم بزاف ديال الالوان. انا راجلي اختار هذا اللون هو اللي اختار صراحه اللون عجبو هذا اللون هذا فيه نتوما تختاروا زعما على حسب اللون اللي نتوما باغيين واللي غادي يجيكم ولا اللي يعجبكم. اللي بغيت نقول لكم اللي ما عندهاش لاسباس في الدار وبغات شي بيرو كما قلت لكم اللي ما يشدش البلاصه بزاف خذوا هذا الموديل غزال وراه كبير البنات هو كبير بحال هكا ملي كيتفتح مي ملي كيتسد زعما كيولي صغير ورا كيشد لكم غير بليصه صغيره ولكن زعما فيه البلاصه فين تحط البيسه ديالك الوراق المسائل كاملين. شوفوا كيفاش كيجي غزال انا صراحه عجبني ما شاء الله ما عندي ما نقول زوين بزاف. قول لي كي جاك البيرو زوين ياك بخاتيك زعما تولي شوف ولكن ما باقيش نشوف داك البيسي ديالك كيدور مازال في الصالون بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي سباس هذا ينفعهم بزاف ياك بعدا حتى انا صراحه عجبني وكما قلت لكم لا كولور راه راجلي اللي اختارها هو اللي عجب عجوز مع هذا اللون نتوما تختاروا على حسب اللون اللي بغيتو. دابا تولي تسالي تجمع هذه الطمونطا ساهل في المونتاج ديالو انا نوريكم البنات اليوم راجلي هو اللي كيصايب ليا الغدا هانتوما درنا الخيضه ديال الدجاج وديجا بدا كيصايب في المهم الخضيره راكم عارفين كيدير لنا خضيره حيت راكم عارفين هذا البرد ما كاين ما احسن من الطواجن ديال الخضره تقدروا ديروا الدجاج اللحم اللي بغيتوا ولكن هو راه هو اختصاصي في الطواجن. قال لك اسيدي قال بدا كيسمعوا صوتك كانوا كيسمعوا صوتك شحال هادي معايا دابا صافي مود سيلونسيو وليتي داير مود سيلونسيو ياك ودابا هو خلص فيه الطاجين جالس من الخدمه هاد الايامات جالس يرتاح واحد شويه كي والو غتبرعنا طويجنات ياك بعدا ياك في المره يدير لنا طويجين الشكل تبارك الله راه والله الا البنه في يدي ما شاء الله ديما نقول قصص الطواجن دابا يقلي مزيان سميتو ومن بعد غادي يزيد الخضيره. المهم بلا ما نصور لكم لي زيتات حيت راه طاجين بالخضره كلشي كيعرف يصايبو تاعي قادو كلشي ونصورو لكم ان شاء الله اللمسه الاخيره ديال الشيف ها انتم يا اختي على الطويجين قولوا لي راجلي ما حادكش ما ان شاء الله ما شاء الله واحد الرويحه طالعه يا سلام يا سلام. هذا فيه الخضيره كامل دار كورجيت دار خيزو شويه جلبانه بطيطه الله مشهيتكم فيه بصيله يا سلام ما نغطيو الطويجين ديالنا باش يطيب على خاطر خاطرو راه داير عليه دير لي عافيه مهيله باش يطيب على خاطر. ومن بعد ما تغدينا جيت باش ندوز واحد الجفيفه على الكوزينه غسلت المعينات ديال الغدا راكم عارفين بلي المساعده ديالي في الدار هي الكوبولد هي الخدامه اللي كتعاوني في الدار والله البنات الا شنقول لكم تنقولها وغنعاود دائما نقولها اللي كان في الامكان ديالها انها تشري الكوبولد غير تشريها البنات والله الا غتنفعكم بزاف بزاف بزاف, بزاف.
اش غنقول لكم، انا من نهار خديتها صراحه ما ندمتش عليها نهائيا، وديما تنقولها لكم كنظن باللي راه رجع الكريدي ديال في الكوبولد. كتخلصوها ما عقلتش شحال بالضبط غتخلصوا من الشرشر. المهم انا غنخلي لكم غير النمره ايجو هي تشرح لكم اكثر مني، حيت بالنسبه للكريدي ما تيكونش ديما، تيكون غير مره كيطلقوا هذه القضيه ديال الكريدي سواء في التيرموميكس سواء في الكوبولد، وكنظن باللي راه رجع دابا حاليا. من بعد ما ساليت درت هنايا شويه ديال العود باش كيخلي لي ريحه زوينه في الدار. راكم عارفين دابا عاد الواحد كيحس بالراحه النفسيه. الله ريحه نقيه اختي، ما كاين ما احسن منها، النقا راه زوين. المهم كما قلت لكم غادي ندوز البنات هاد المبخره هادي باش هكا تخلي لي ريحه زوينه. واحد القضيه اللي بغيت نبارطاجي معكم، تبقوا طبقوها حتى نتوما باش هكا ما تغلبوش بالشقه ديال الدار. راكم عارفين ملي كتكثر الروينه كيخصك العوين. بحال دابا الكوزينه اللي كتكون فيها تماره بزاف، الكوزينه راكم عارفين اكثر بلاصه حيت كيكونوا البلاكارات خصهم الجميع، خصهم سيغتو ملي كنبغيو نديرو التخمال الكبير، راه زعما الا ما كانش اللي يعاونك ما تقدريش ديري كلشي بوحدك، سيغتو ملي كتكون عندك المعنى كثار بحالي والكوزينه كبيره راه صعيب الحال. ولكن البنات غنشارك معكم واحد القضيه اللي تقدروا تطبقوها كما قلت لكم هكا تخفوا على ريوسكم الروينه ديال كل نهار، وحاولوا كل مره خملوا بلاصه واخا غير الكوزينه. دابا الكوزينه راه كبيره باش تخمليها كلها دقه واحده خصك العوين، وخصك من الصباح حتى للعشيه وانت كتخملي وانت كتحيدي وتردي وتغسلي وتقادي. ولكن الا كنتو كديروا هاد القضيه هادي ديال كل مره، بحال دابا انا هاد النهار غير هاد المجوره هادو اللي كاينين عندي هنا هما اللي جمعت، هادو والبلاصه ديال التقديه وهاد البلاصه هادي وهداك البلاكار اللي عندي ليه فقط، الاخرين راه ما قصتهمش. كل مره كندير حاجه، كل مره نحيد عليا شويه د الروينه. بحال كيما قلت لكم هنايا بلاصه العطريه راكم شفتوني حيدت كلشي وعاودت نقيت كلشي ودرت عطريه جديده. هنا حتى هو واخا ما بارطاج ما صورتوش معكم راه حتى هو جمعته. وشنو مازال هنايا البلاصه اللي عندي فيها المواعن وكلشي باقا نقيه، كل مره كنحاول نحيد بلاصه البنات باش ما كانت تغلبش، ما كانت تغلبش بالشقه ديال الدار. راكم عارفين بالحق كما قلت لكم ملي كتخلي الروينه كتجمع عليك اش نقول لكم ما نعاودش لكم، الا ما كانش العوين ما تقدري ديري حتى شي حاجه. انا هاد النهار حيدت تما وحيدت هنايا حتى هو قديته بلاصه فين كنحطوا الكيسان. هادو الكيسان اكيد اللي كنستعمل كل نهار هما اللي داير هنايا، ما ديال هكا ديال الضياف والعرادات وداكشي راني جمعهم في بلاصه اخرى. هادو الحاجات اللي كنستعملو ديما راني حاطاهم هنا كما قلت لكم. صافي جمعت هنايا حتى هو هاد البلاصه حتى هي دايره فيها الكيسان، وجمعت هاد البلاصه هادي اللي انا دايره فيها التقديه راه وريتها لكم حتى هي راني جمعتها اليوم. كما قلت لكم البنات هاد البلاصه هادي فين انا دايره التقديه حتى هي جمعتها هاد النهار هذا، حيدت القراعي غسلت كلشي اللي غيطر مرميتو اللي غادي يرجع بلاصتو رجعتو. وهكا كل نهار حيدي بلاصه، كل نهار حيدي بلاصه والله ما تغلبوا بالشقه. تقدري تخملي كوزينتك وكوزينتك ديما تبان نقيه وديما تكون متوله وعلى حقها وطريقها كما قلت لكم. الا كديروا هذه القضيه بالحق الا كتجمعي الروينه كلها راه صعيب الحال. بغيت نشارك معكم البنات هاد لي برودوي هادو، هاد جوج ديال البرودويات غنخلي لكم حتى الصفحه عند من كنت خديتهم من عند إليغونس بوتيكا عند السيده اللي كنت خديت عند داك التوخشون ديال الزاج اللي قلت لكم هناني هذاك غزال بعدا والله ما تفلتوه، ما عرفتش واش تلقاو دابا في ستوك ولا لا. المهم هادو خديتهم من عند فنين، تعرفوا هذيك غوتا اللي كنديرو في القناه ملي كنساليو الروينه وكتخلينا ريحه زوينه، هادو بحالهم غير هادو احسن واحلى حيت انا غوتا مجرباهم وجربت حتى هادو ريحتهم زوينه بزاف بزاف، ريحه النقاوه يا البنات. الحق هذا الخضر هذا صراحه عجبني كثر، ريحته خطيره ريحه النقاوه. درتو حتى في لابوبل حشاكم درتها كقطيرات، بعد ما كندير زيت الاساس كما قلت لكم ملي خديتها هذا وليت كندير هذا كندير قطيرات عاد كندير الساشي ديال البوبيل كيخلي واحد الريحه فنه. ديرو في الطواليطات في القنات ديال الطواليطات، ديرو في القنيتات ديال الكوزينه من بعد ما تساليو ريحته كتحمق. هو ديرو ليه سكرين، انا جاني هذا احسن من هذا، حتى هذا ريحته زوينه. هذا الناس كيبغيو ريحه الياسمين وهذا غتعجبكم، بالحق انا عجبني بزاف هذا، واحد الريحه فيه خطيره بحال شي بارفان. واللي عجبني فيه كتر ريحته فواحه يعني كتبقى شاده، ترشي في الصباح تبقاي تشمي ديك الريحه النهار كامل. المهم زوين بزاف وراه حتى الثمن ديالو رخيص، راه غير ما عقلتش على الثمن ديالو. خديت عندها هادو قلت لكم هي كتجيب الحاجات ديال المانيا الحاجات ديال برا من بلاصتهم كتجيبهم، وخديت عندها البنات كابوتشينو نوريه لكم. داك النهار اللي كتعقلوا كنت قلت لكم نصحوني بشي كابوتشينو زوين، صراحه بزاف منكم اللي كتبتوا لي ديال نيسلي، بالحق لقيتها هي كتشكر هادو، انا كنطيق في الذوق ديالها وليت خديتهم عندها. خديت هذا ديال الكراميل واعر لوغو ديالو زوين بزاف، وهذا الشوكولا الشوكولا مازال ما ذقتوش، هذا البنات مازال ما ذقتوش بالحق ديال الكراميل واعر
شتوه خديتهم عندها درهم ديال برا. انا في الاول كنت خديت هذا من مرجان، هذا هو اللي كنت خديت من مرجان كما قلت لكم ديال نيسكافيه، بالحق ما عجبنيش بزاف صراحه، المذاق ديالو عادي جدا. بالحق هذا الجديد، الناس اللي بغاو هكا شي حاجه اللي يقدروا يفطروا بها في الصباح، الناس اللي بغاو كابوتشينو جربوا هذا الكراميل، حتى الحلاوه ديالو ما مجهداش صراحه عجبني. وهذا ديال الشوكولات حتى نذوقو نرد عليكم نقول لكم كيفاش جاني. يلا دابا مش هي قهوه، بالحق ماشي قهوه ديال لي كابسول، بغيت قهوه اللي كنطبخو في البريق، هي اللي غادي ندير دابا. عندي قهوه معطره واعره، جابها لي راجلي من عند العطار، زوينه مطحونه على حقها وطريقه وجديده، وفيها ريحه العطور. عرفتي هاد القهوه معطره كتفكرني بيامات الصغار، كنفيقو في الصباح كنلقى الواليده دايرنا واحد البريق ديال القهوه كتشم في الدار كامله، ريحتو كتحمق. المهم دابا داكشي اللي غادي ندير كما قلت لكم، غادي ناخذ القهوه نديرها باش طيب ونجلسو نشربوها، انا كتحمق لي قهوه معطره. هنايا كان عندي رونديفو في الصالون ديال انسبيراسيون دو بيوتي عند فردوس، جيت باش ندير الحصه ديالي ديال اللازير وندير حتى الرموش البنات. بالنسبه للازير البنات بغيت نقول لكم باللي زوين بزاف والله، نهار تجربوا الحصه الاولى غتكملوا الحصه ديالكم كاملين، استغلوا الفرصه ما حد كاينه. ناقص 40% ناقص 40%، يعني ناقصين ديجا في الاثمنه بزاف. كما غتشوفوا حتى اللون ديال يديا تبارك الله غادي وكيصفى اللون ديالهم غادي وكيرجع اللون الاصلي ديالهم، يعني دوك التصبغات ديال الشمس وداكشي كلشي ما كيبقاش، منها كيبيض لكم اللون ديال لوكور ديالكم، منها كتهنوا من الزغب. راه الزغب راه والله الا كيشكل لينا مشكل، انا بعدا بالنسبه ليا مشكل كبير مع داك الزغب. وهنايا درت حتى الرموش، كان عندي رونديفو انا وفوزي اختي، كنا جينا انا وياها للصالون كيما شفتوا معايا. خدمت فردوس تبارك الله لا يعلى عليها، ديما تنشكرها لكم، لا هي لا ليكيب ديالها، البنات اللي خدامين معاها في الصالون ما شاء الله، التعامل الخدمه الزوينه نقا كل شيء، ما عندي ما نقول زعما تبارك الله عليها، ما شاء الله من احسن الصالونات اللي عندنا في اكادير. باقي صورت لكم حتى شي حاجه فاش كنت عند فردوس، طفى لي التليفون، بغيت غير نوريكم البنات. شوفوا لي عرفتي جالسه اونفاس مع الشرج وكاين البرد، شوفوا لي الرموش شحال جاو فنين، نتمنى يكونوا واضحين لكم. ما درتهمش صراحه كثر هاد المره، درتهم غير خفاف هكا كيجيو زوينين، واصلا بزاف منكم تتقول لي كيجيو معاك هكا خفاف حسن من دوك اللي كديري كثر. امتى كنديرهم كثر؟ فاش كتكون عندي شي مناسبه ولا شي تصوير ولا شي حاجه، بالحق ديال ديما كندير غير هادو كيكونوا خفاف بحال هكا وكيجيو زويونين. حاجه اخرى البنات اللي بغيت نقول لكم، كما شفتوا معايا مشيت درت الحصه ديالي ديال لازير اليوم، كما شفتوا ليديا درت كنديرهم انا الحصص دابا كنديرهم ليديا ورجليا،
اش غنقول لكم، قسما بالله الا فرحانه بالنتيجه لواحد الدرجه ما تصوروش. واي وحده فيكم، اي وحده فيكم غير غتبدا الحصه الاولى، انا متاكده غتكمل الحصص ديالها كاملين. علاش البنات؟ حيت اش غنقول لكم اللي كتبان لكم النتيجه، سورتو الناس البنات اللي مزغبات. انا من الناس اللي مزغبين، والزغبه ديال اللي كتنوض كحله، فهمتوني؟ يعني كيكون باين دائما كان عندي مشكل مع الزغب في لوكور ديالي، ديما كيخصني نمشي ندير لاسيغ. راكم عارفين لاسيغ كيقصح، وكل مره خصك ديريه ولا خلاص ملي كتكوني مزروعه. نهار كنديرو غير غازوار باش نكون واضحه معكم، والغازوار كتحيدي اليوم على غد كيبان لك دار الكرونوض. ولكن دابا مع الحصص ديال لازيغ اش نقول لكم، والله الا تهنيت زعما منه، مابقاش كينوض. نقول لكم كيفاش غادي يجيكم في الاول ملي غديري الحصه الاولى والحصه الثانيه، غيبان لك الزغب بدا كينوض بواحد الوتيره اللي خفيفه، ما كيبقاش ينوض بزاف، المهم كينوض شويه شويه. ملي كديري الحصه الثالثه الحصه الرابعه وانت غادا كتزيدي في الحصص، كيبدا الزغب كيبان لك زعما ما كيبقاش نهائيا. وبيان سيغ هما قبل ما تمشيو كيقول لكم غازيو، ديروا زعما غازيو ضروري بالغازوا قبل ما تمشيو عندهم، وتيديروا لكم لاباغي. راكم شفتوا معايا، راه صورت لكم فاش درت يديا. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، بلي هذا اللازيغ اللي كاين دابا راه بالبارده البنات، ماشي بحال هذاك اللي كان شحال هذه، يعني راه ما تيقصحش بزاف، غير شي شويه وصافي. وسيرتو الناس اللي عندهم الزغبه كحله هو اللي يقصحكم شويه، اما الناس اللي عندهم ديجا الزغبه خفيفه وشهبه ما غاديش تحسوا كاع نهائيا بهذوك التكات ديال لازيغ نهائيا. وحاجه اخرى اللي مهمه بغيت نقولها لكم، باللي كيبيض اللون ديال البشره، كيرجع لكم اللون الاصلي ديال يديكم ولا ديال رجلكم اولا ديال البلايص اللي غادي ديروا لهم اولا المايو، المهم البلاصه اللي غديري ليها الحصص ديال لازيغ. والله الا نصحكم انكم تمشيو، خصوصا دابا راه كاينه ناقص 40% الا بغيتو تبروفيتيو من لي بروموسيون اللي كاينين دابا. راه دايرين لكم انا البنات لي بروموسيون غير باش يشجعوكم. والله تنهضر انا وفيردوس في هذه القضيه دابا، قالت لي درت هكا نقصت في الاثمنه باش راكم عارفين الحصص الاصليه كيكونوا شويه طالعين. بالحق ملي كيكونوا لي بروموسيون كيكونوا الاثمنه ناقصين، قالت لي باش كنشجع الكليانات ديالي يجربوا لاباغي. وانا متاكده قالت لي نهار يجربوها غادي يكملوا، وفعلا وفعلا قسما بالله الا غديري الحصه الاولى غتبان لك ديك النتيجه، غتقولي واو، وغتمشي ديري الحصص كاملين ديالك، حيت بصح كيعطي نتيجه اللي زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم البنات غنخلي لكم النمره ديال فيردوس باش كتاخذوا لي رونديفو ديالكم الا كنتو غتمشيو، وقبل ما تسالى لا بروموسيون، حيت شوفوا راه الا فاتت سالات فين وفين فوقاش غادي تعاود ترجع عاوتاني. يعني اللي بغات تهلا في راسها هذه هي الفرصه. دابا لقيتوني جيت عند الوالده كما قلت لكم، غادي نبارطاجي معكم بالنسبه للبيجامات اللي خديت ليها. راكم عارفين دابا وقيت البرد، كمان نتهلاو في ميماتنا وناخذوا اليوم بيجامات. الوالدين راه ما كاين ما احسن منهم في الدنيا، راه ديما تنقولها لكم تهلاو فيهم البنات، راه البركه ديالهم هما باش عايشين في الدنيا. والله العظيم الله يحفظهم لينا والله يخليهم لينا، يا ربي تشفق ريوسنا الله يطول في عمرهم. انا خديت الميمه ديالي، خديت لها بيجامات زوينين وسخانين ديال هاد الوقيته هذه، غنشاركهم معكم دابا. وغنخلي لكم حتى الصفحه عند من خديتهم البنات، دايره لهم اثمنه جد مناسبه وعندها لا كاليتي. لقيت عندنا بيجامات كيحمقوا زوينين بزاف، اللي بغات تهلا في المويبه كما قلت لكم. خديتهم من عند كافتون غيزلان، لكن ديجا ديتكم معايا المحل ديالها اللي كاين في الدشيره، كنت خديت عندها البيجامات فاش قربت نور ديالها كتعقلوا، كنت مشيت تما لقيت عندها بيجامات ديال تركيا زوينين، كنت خديتهم اصلا هي اللي كنت لبست في لاكلينيك فاش كنت مشيت. كتجيب لا كاليتي وكيكون حتى الثمن مناسب، عندها السلعه بثمن جد مناسب. المهم لقيتها مدخله هاد البيجامات البرد وكومونديتهم من عندها، عجبوني بزاف. خديت زعما اول وحده خديتها كتجي في هذا اللون بحال هكا، عرفتوا الثوب، يا سلام الثوب ديالهم مبرك كنظن هادي. المهم الثوب ديالهم سخون ديال هاد الوقيته دابا، راه بدا كيبرد الحال، كاين واحد السميق اللي عندنا في اكادير، واخا ملي كتجلسي في الظل كتحسي بداك البرد مجهد، كتحسي زعما بلي الجو بارد، ملي كتمشي للشميشه كتحسي بدا بالجو شي شويه دافي. المهم كيما قلت لكم البيجامه الاولى كتجي بحال هكا، ها نتوما كيجي فيها الجويب ديالها هنايا. خديت ليها هادي، خديت ليها وحدين اخرين بالبينوار. شوفوا ليا البنات هادي شحال كتحمق، شوفوا ليا هادي تاهي شحال فنه. خديت ليها هادي في هاد اللون، خديت ليها شي خمسة ولا ستة البيجامات هكا باش تبقى تبدل. كيما قلت لكم خديت ليها هادي فيها هاد الجويب حتى هي من هنايا، وكتجي طويله راكم عارفين زعما والدينا كيبغيو بحال البيجامات الطوال، ما كيبغوش بالسروال. انا بعدا الوالده ديالي ما كتبغيش بيجامات بالسروال، كتبغي بحال هادو. وخديت ليها هادي بالبينوار، هادي غزاله 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 فنه. شوفوا البنات كيفاش دايره، كتجي بحال هكا وبيان سيغ طويله، وكيجي عليها البينوار ديالها. غنخلي لكم لي فوتو باش هكا تشوفوهم مزيان كيفاش كيجيو في اللبسه، كيجيو رائعين وزوينين ودافيين.
شوفوا لي الثوب كيفاش مقطن من الداخل ودافي. هانتوما كيجي لي على البينوار ديال هاد البنات بحال هكا بالجيب اكيد، وفيه هاد الدونتيل من هنايا جهه الكول بحال هكا، فيها هاد الدونتيل حتى هي هاد البينوار ديالها حتى هو كيجي طويل حتى لتحت. وخديت ليها هاد الاخرى في البيج، شوفوا هادي حتى هي غزاله، حتى هي كيجي فيها الدونتيل من هنايا كما كتشوفوا، وحتى هي بشويه حتى هي كتجي طويله لتحت. واخر بيجامه خديت ليها هي هادي، هادي حتى هي خديتها ليها بالبينوار باش هكا كما قلت لكم تبقى تبدل بيهم. هادي في هذا اللون هذا، شوفوا ليا حتى هي شحال غزاله فنه بحال هكا، هادي ما فيهاش الجيبه البنات. وكيجي ليها البينوار ديالها من الفوق، البينوار حتى هو كيجي طويل، هانتوما البينوار ها هو الجويب ديالو، كيجي سامبل هذا ما فيه لا دونتي لا حتى شي حاجه بالحق. كيجي زويون في اللبسه مع البيجامه. المهم الا لقيت لي فوتو ديالهم دابا نخليهم لكم باش هكا تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه، كيجيو زوينين. وانا خديت هاد البينوار جبتو معايا دابا حيت باش نلبسو، حيت الدار عند الوالده بارده بارده بارده، غنجلس معاهم هاد العشيه، غنجلس ندير معاهم الكوتي نجمع معاهم شويه ان شاء الله نمشي للدار. خديت انا البنات هاد البينوار، شوفوا ليا كيفاش كيجي من هنا وسخيخه وغزال، شفتوا هذا كيجي غير قصير صراحه. انا ديجا لابسه سروال تحت العبايه، غنلوح عليا غير البينوار ديالي بصافي، هانتوما وما كيجيش طويل بزاف غير قصير. المهم كما قلت لكم بالنسبه لهاد البيجامات انا راه خديتهم ثمن مناسب، اللي بغات تهلا في الميمه، اللي بغات بيجامات زويونين ديال هاد وقيت البرد ننصحكم انكم تدخلوا عند غيزلان، غتلقاو عندها داكشي زوين بزاف. واصلا ديك السيده غزاله غزاله والله، الظرافات والتعامل ما شاء الله، وكما قلت لكم كتجيب سلعه باثمنه مناسبه وكتكون لا كاليتي ديالها زوينه. ايوا هذا ما كان، المهم غنمشي باش نجلس مع والديا واحد شويه مع خوتي وان شاء الله.